نبارك الأهلي الثلاث نقاط اليوم، هارد لك للتعاون. الأهلي عاد بقوة مع صالح المحمدي، 4 مباريات هدف فقط يستقبله فريق الأهلاوي في ال4 مباريات. لاحظ التنظيم الدفاعي القوي للفريق الأهلاوي في ظل أسماء ما أبغى أقلل منهم ولا أكبر منهم، لكن أقول حقيقتهم أسماء شابة، أسماء ما تلعب كثير، حسونة، الهندي، عبد الباسط، طبعا خبراني هذا الموسم جاء، ولوكاس ليما جابه في الاخير. لاحظ هذا الرباعي الان، اي احد تقول للاهلاويه بدايه الموسم مثلا تقول له حرعب بلعب بهؤلاء حيخاف، لكن هذا النجم ايش سوى؟ تنظيم، هنا شغل المدرب، تنظيم الدفاعي في وسط الملعب، بيرز اتش اللاعب الصربي والمقهوي ونوح الموسى، شوف كيف وقفوا في الملعب، شوف تحركاتهم المدروسه في التنظيم الدفاعي. هذا اللي كان ينقص الاهلي من الموسم الماضي، وتكلمت هنا في البرنامج كثير، انت عندك 2 مثل السوم والجانيني ما شاء الله اضمن كل مباراه يسجله، لكن كان الاهلي يستقبل كثير من الاهداف وكان يخسر. الان لاحظ 4 مباريات هدف واحد فقط ومن كره ثابته، الهدف اليوم هدف فيلدر راموس، هذا يؤكد انه صالح المحمدي مش مدرب عادي بكل امانه. يعني الواحد يقول لي يمكن انت بتكبر من راسه، لا انا ترى ضد، في مقولة يقولها البعض يعني لسه بدري خليه مدري ايش، ما في شيء اسمه بدري، مع فارق المقارنة حتى لا يقول واحد فين رايح انت. جوارديولا قبل يدرب برشلونة درب مين؟ هذا اللي درب البرشلونة وعمل افضل فريق يلعب كرة قدم في التاريخ، حسبوها نادي يعني لعب تيكي تاكا والشيء اللي شفناه، طبعا مع فارق المقارنة. احنا في الدوري السعودي هنا يا اخي مش مشكلة، رغم اني اتفق مع ابو تركي انه لا ترفض، صح تشتغل مع مدرب صحيح ما هو عيب تشتغل مع جروس تستفيد منه تتعلم منه، ولكن ايضا في نفس الوقت يا اخي ممكن يدرب، يعني ايش يعني متى حيدرب؟ يعني برضه بعد كذا حتجيبوه طوارئ ويستمر طوارئ حتى ينتهي، وهذا الخطا عندنا. لا مدرب، انا تكلمت برضه في البرنامج هنا اعوذ بالله من كلمه انا، انه شخصيه المدرب صالح المحمدي شفناه فنيا، شخصيته اللي حوله في النادي الاهلي هم اللي يحكموا عليه. طيب مش مفروض يسوي الحين؟ انا الان عرفت شخصيته من حدثين، انه هذا مش سهل، حصلت مشكله مع حسين عبد الغني واستبعدوا، بس عشان نعرف ايش مفروض يسوي البرازيل الاحمر واستبعدوا. نعم ايش مفروض يسوي اذا انت تختلف مع ابو تركي في 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 جزئيه؟ ابو تركي تقول انه ابو تركي يتكلم انه المفروض انه ما يستعجل انه يدرب فريق اول بهذه السرعه، في المقابل ايش مفروض اليوم المحمدي انه يسوي؟ يبقى مساعد ولا يشوف له فريق ويدربه؟ اي ماشي، انا قلت لك ما انا بالنسبه لي كرؤيه اللي بيقولوها الكثيرين انه ما المفروض ما يدرب، الدوري صعب الدوري قوي، هذه مش صحيحه. خلاص انت مدرب عرفت انه كويس فنيا وشخصيته قويه، الشخصيه اهم شيء، سيطره اللاعب المدرب على اللاعبين جدا مهمه، وشفنا لمس استبعد حسين عبد الغني، استبعد سوزا بسبب عدم انضباط، هذا دليل على انه مسيطر على اللاعبين ايضا شخصيه. النقطه اللي تكلم فيها ابو تركي، نعم لا يمنع انه 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 هو مثلا كشخصيه مدرب ممكن يقول يعني ممكن يوافق على انه يكون مساعد لجروس لفتره معينه مثلا يعني، ولكن انا الفكره اللي بقولها في العموم انه لا يمنع انه الانديه السعوديه طالما تجد مدرب ممتاز وشفت فيه هذا الشيء فنيا ومن ناحيه الانضباط من ناحيه الكنترول على اللاعبين، ترى خليه يدرب، ترى ما هي مشكله، والمدرب الشاب في العالم كله الان هو الانجح في كثير من الانديه في العالم. صحيح. لهذا يعني اليوم خرج صالح المحمدي، اتمنى في الفتره القادمه انه الفرق تستعين بصالح المحمدي، الاهلي اذا احتاج يستعينوا فيه من بدايه موسم، لانه اتوقع له النجاح بكل امانه. لاحظ الاهلي قبل 4 مباريات ايش كان الاهلي؟ لا طعم ولا لون ولا رائحه، الان في فريق منضبط، فريق اداء، نتائج والله. مش ترى في مدربين احنا ممكن نجاملهم احيانا، مدربين سعوديين نجاملهم نبغاهم ينجحوا، لكن اللي شايفينه في صالح المحمدي ابدا ما بنجامله، بنقول الحقيقه كما هي والارقام تؤكد ذلك.